حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية. وعلى ما يبدو وعلى الرغم من كونها دخلت نفقا مظلم من الخلافات التي تعيق تشكيل الحكومة المرتقبة، فإن العملية السياسية تبدو بحسب ما تؤكده مصادر رسمية ستخرج أزمتها من عنق الزجاجة خلال وقت قريب، بعد أن أبدت القوى السياسية للإطار الشيعي تقديمها التنازلات من أجل انتشال العملية السياسية من دوامة المتاهات، وكذلك من أجل إنقاذ البلاد من تداعيات هذه الأزمة التي تخيم على المشهد. لذا فإن الإطار الشيعي يدعو اليوم إلى ترك الخلافات والذهاب نحو تسوية الأزمة بالابتعاد عن المحاصصة المقيتة والمصالح الضيقة التي أخرت كثيرا من عجلة التقدم وسببت ركود المشهد السياسي منذ فترة ليست بالقليلة. كان المفترض تشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدة عن الصراعات والمهاترات. إذا مشاهدينا، ضمن هذه المعطيات نناقش مع ضيوفنا الأكارم محاور هذه التغطية الخاصة، لكن بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. وكأن أميال الساعات توقفت عن إكمال مسيرتها التي علقت عند تشكيل الحكومة المقبلة، فاليوم يمر البلد بمشهد سياسي معقد، ولعل أبرز ما يميزه هو احتضانه لكثرة الأزمات المعرقلة للمضي نحو إكمال الحكومة المرتقبة، خصوصا وبعد الوصول إلى حالة التشنج السياسي بين القوى المشتركة وضرورة إيجاد صورة حل بالجلوس حول طاولة الحوار. فالتفاهمات يراها متابعون هي الحل الأسلم للمشهد الحالي، بعدما اتضح من شأن التقاطعات والرغبة بالإقصاء لبعض الأطراف التي ألقت بظلالها على المشهد برمته، إذ كانت السبب الأبرز بتأخير استكمال عقد الجلسات البرلمانية وما آلت إليه من الإبقاء على حكومة الأزمات الحالية دون اختيار رئيسي الوزراء والجمهورية، إذ يجب تغليب المصلحة العامة على مبدأ الأنا بين الكتل المشاركة. وقد تداولت معلومات من مصادر غير رسمية بترقب اجتماع بين شخصيات من الإطار الشيعي والتيار الصدري للتباحث والتحاور بشأن مستقبل العملية السياسية المقبلة، ولربما تقارب وجهات النظر إن أمكن ذلك. أما الشارع العراقي فقد أوشك أن ينفد صبره لطول انتظار دام أكثر من 7 أشهر، وهو يأمل تقارب القوى السياسية والإرساء على بر المصلحة الوطنية التي تنقذ البلد من ويلات التشظي السياسي التي أثرت بشكل مباشر على حياته. فالواقع لا يحتمل خلافات وتأجيل أكثر، وإلا فالمخرجات لم تكن لصالح أي طرف. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وبداية الحوار نرحب مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ قاسم الغرابي. أهلا بك يا سيد قاسم ضيفا كريما، كما نرحب بالمحلل السياسي الأستاذ قاسم العبودي. أهلا بك سيد قاسم. نبدأ معك سيد قاسم الغراوي. اليوم على ما يبدو أن هناك مبادرة مرتقبة للإطار الشيعي من أجل الخروج من هذه الأزمة الراهنة التي وصلت إلى مدايات ربما تنذر بمخاطر على العملية السياسية والبلد بشكل عام، لكن هذه المبادرة يمكن أن تكون قادرة على حلحلة هذه الأزمة فعلا؟ تحية لك ومتابعي قناتكم الكرام والأستاذ قاسم العبودي. الحقيقة خلال هالفترة لاحظنا وتابعنا كثير من المبادرات أطلقها التيار والتيار الصدري، وأطلقها الإطار التنسيقي، وأطلقها الأخوة الكرد، وأطلقها أيضا المستقلين، ولكن مع كل هذه الإطلاقات وهذه التصادمات، يعني كل ما تنطرح مبادرة الطرف الآخر المعني في التفاوض يطرح مبادرة أخرى، وبالتالي لا توجد يعني مشتركات الجلوس إلى طاولة لمناقشة المبادرة والوصول إلى ما هي النقاط المختلف عليها وما هي النقاط التي يمكن السير باتجاهها لتحقيق تقارب وبالتالي إنهاء هذه المشكلة. التشابك السياسي الحقيقة بين القوى السياسية أدى إلى أزمة سياسية، وبالتالي عدم الوصول إلى نقاط مشتركة لحل الأزمة برمتها. يعني مع كثرة المبادرات المطروحة الحقيقة كلش كثيرة، يعني حتى الإطار يعني طرح أكثر من مبادرة، ولكن المشكلة المبادرة حينما تطرح أمام الطرف الآخر المفترض أن يتم قراءتها متابعتها الجلوس مع الطرف
المفاوض الآخر إذا افترضنا يعني مختلف على وجهة نظر حول نقاط محددة في العملية السياسية أو شكل إدارة الدولة يجلسون على طاولة مستديرة، وبالتالي هذه النقطة نختلف عليها، هذه النقطة لا نختلف عليها، هذه النقطة ممكن نغيرها، هذه النقطة حتى تصل إلى مشتركات. لم نلاحظ هذا التجاوب من بعض الكتل السياسية لهذه المبادرات، وأعتقد الإطار التنسيقي طرح حاليا مبادرة وهي قريبة جدا مفترض إلى التيار الصدري ويحببها، وحتى الكتل السياسية البقية تبارك مطلعين على بنود هذه المبادرة الأخيرة. الأبرز ما بهذه المبادرة هو إعلان الكتلة الأكبر من المكون الشيعي وللتيار الصدري الحق في تشكيل الحكومة. شنو اللي اختلف عن المبادرات السابقة؟ أيضا كان يطلب الإطار التنسيق الشيعي، كان من زمان كل مبادرات أنه تحقيق كتلة أكبر من ائتلاف الإطار مع التيار. هنا أنطى للتيار الصدري مساحة أوسع في تشكيل الحكومة، في أن تقول له اليد الطولة في التحكم بالحكومة واختيار رئيس الوزراء، على أن يكون رئيس الوزراء قوي ذو سلطة قوية وليس ضعيفة كما يبدو أن هناك مرونة. لكن بشكل عام هذه المبادرات التي طرحت من الإطار أكثر من مرة، وكل الأطراف السياسية طرحت عدد من المبادرات، سيد قاسم ما مدى جديتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمتابعيكم الكرام في كل مكان، تحية للأستاذ قاسم الغراوي. سيدي الكريم، نعتقد أن المبادرات يعني لم ترتقي إلى مسألة حل المشاكل بالنسبة للانسداد السياسي الكبير الذي تعاني منه العملية السياسية. يعني العملية عملية إرضاء للجمهور فقط، يعني التيار الصدري عندما يبادر سماحة السيد مخلص الصدر لإرضاء جمهوره، بالمقابل الإطار أيضا يعني يحاول قدر الإمكان يعني مسك العصا من المنتصف في عملية يعني أشياء ما تكون يعني صعبة جدا. لذلك نعتقد أنه اليوم يعني طرح المبادرات والمبادرات بالضد، يعني كما تفضل الأستاذ قاسم الغراوي، يعني مبادرة عندما تطرح من قبل الإطار الشيعي يعني لم تناقش المناقشة مستفيضة في المكتب السياسي التيار الصدري، وممكن أنه هاي نختلف عليها ونتفق عليها وهذا ممكن قابل للنقاش. لذلك نعتقد يا سيدي الفاضل أنه لا سبيل من الخروج من هذه الأزمة إلا بالحوارات المستمرة. ماذا عن التنازلات؟ يعني أكون إمكانية لتقديم تنازلات حقيقية وجدية في هذه المرحلة؟ نعم، هناك تنازلات، وأعتقد حتى من جميع الأطراف، يعني والدليل على ذلك أنه هناك تقارب كبير حصل بين البيت الكردي، يعني بين الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. مبحث آخر هذا يمكن نخوض محور آخر. نعم، من هذه التغطية. لكن الإطار إلى أي درجة مستعد أن يقدم تنازلات للأطراف الأخرى وخصوصا إلى التيار الصدري؟ أعتقد يعني التنازلات الكبرى التي أعلن عنها قائد الإطار يعني حقيقة جديرة بالاهتمام وأيضا جديرة بالالتقاط من قبل التحالف الثلاثي. نعم، باعتبار أنه يعني خرج سماحة الشيخ قيس الخزعلي في أحد اللقاءات قبل أيام على فضائية العهد أعتقد، نعم، قال بالحرف الواحد: أنا والحاج أبو حسن نقسم بالله أننا ليس لنا مطمع في أي وزارة، لكن لدينا مطلب واحد فقط هو عدم تضييع حق المكون الأكبر للعملية السياسية، وهذا جدا واضح. لذلك يعني أعتقد شنو يعني نقول إحنا؟ نقول اليوم إذا ذهب التحالف الثلاثي بما يريده أيضا بخلق حكومة تحت قبة البرلمان، أعتقد سوف يضيع حق المكون الأكبر، باعتبار أنه مقاعد المكون السني مع المقاعد المكون الكردي مجتمع بعض المتفرقة من بعض المقاعد الأخرى السنية أيضا، لا، تفوق على المكون الشيعي الذي سوف يكون أضعف تحت قبة البرلمان متمثلا بسماحة السيد مخلص الصدر وتياره. اليوم العمل الحقيقي الجاد من قبل الإطار هو التنازل، يعني كل المبادرات الإطار الشيعي إن لو كنت متابعة يعني تتابع يعني واضح تجد أنه كل التغريدات وكل المبادرات تدعو الطرف الآخر إلى اللجوء أو المجيء حقيقة إلى طاولة المفاوضات. مقابل هذا يعني النداء اللي يطلق الإطار هناك تنازلات، يعني تنازلات مستمرة باستمرار، نحن لا نريد وزارة، نحن لا نريد شكل حكومة، لأن ممكن نكون رديف لكم، لكن بشرط واحد فقط هو الحفاظ على حق المكون الأكبر. طيب، الإطار طالما طرح رغبته واستعداد لتقديم تنازلات سيد قاسم، لكن ممكن تنازلات الإطار تكون على حساب جمهورهم؟ طبعا، يعني الإطار من يطرح هذه المبادرات هو الحقيقة حتى يفك هذا الاختناق
في المفاوضات السياسية وحتى يفسح مجال لأفق مفتوح لحل المشكلة. نحن بحاجة إلى حكومة جديدة والحكومة يجب أن تقرر الموازنة، وهناك مشاريع، هناك رواتب، هناك أزمات تعصف البلاد، هناك وضع عالمي دولي إقليمي يؤثر على واقع العراق، هناك تجاوزات من تركيا العراق، هناك يعني ولا زالت الحكومة تصريف أعمال، هناك العراق بحاجة لقرارات مهمة تصدرها حكومة منتخبة تؤسس إلى حالة جديدة تتابع وضع المواطن، تتابع وضع البلد. فالإطار حريص على أن الخطوة الأولى تتكون الحكومة المنتخبة، مع التأكيد على نقطة مهمة تفضل إلى الأستاذ قاسم ويؤكد عليها الإطار، أن تعلن للمكون الأكبر، المكون الشيعي، الكتلة الأكبر. وحتى اختلفت هذه المبادرة عن المبادرات السابقة، أعطى 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 فسحة للتيار الصدري باعتباره يمتلك أكبر المقاعد بالنسبة للمجموعة الشيعية أن يتصرف في تشكيل الوزارات. هذا شيء مفروغ منه باعتبار هو محقق عدد مقاعد أكبر، والإطار ما عاد اعتراض على هذا الموضوع، لكن الإطار متمسك حتى الآن بحكومة توافقية وتشكيل كتلة أكبر للحفاظ على حقوق المكون الشيعي الأكبر في البلد، لكن دون أذن صاغية من قوى التيار أو من التيار الصدر. اليوم طرحت حتى القائمة الوطنية الحقيقة همنا مبادرة، ما زلت أنت تحكي بالمبادرات وكذا، ماكو يعني كتلة سياسية أو شخصيات مطرحت مبادرات. المبادرة عنوانها لا غالب ولا مغلوب، الفكرة مالتها أنه لابد أن جلوس على طاولة واحدة، وبالتالي عدم يعني استخدام يعني لي الأذرة وتقديم المصالح الحزبية باعتبار البلد بحاجة إلى حكومة جديدة وتعطلت تشكيل حكومة وهناك مشاكل كثيرة. المفترض أن يجلس قادة الكتل السياسية على طاولة مستديرة لفك هذا الاختلاف حول بعض القضايا. نعم التيار الصدري لحد يعني وقت قريب هو مصر، ولكن أعتقد لا يوجد بديل لهذا الاشتباك، لهذا الأزمة السياسية في البلد ما لم يكن هناك جلوس وتفاوض. لا يمكن أن يكون التفاوض عبر الأثير، ولا يمكن التفاوض عبر طرح مبادرات ما لم يكن هناك الاتصال من قبل الأطراف حتى نفهم. يعني سنسمع احنا مبادرة من الإطار، نسمع مبادرة من التيار الصدري، نسمع مبادرة من الكتل الكردستاني، ولكن طيب طرحت تطرح للإعلام، ولكن الأطراف الفاعلة السياسية، الفواعل السياسية الموجودة بالعملية السياسية تجلس تناقش تعترض، لم نرى هذا. لا يوجد يعني حوارات وجها لوجه في طاولة مستديرة لتبيان ما هي الاختلافات، ما هي النقاط المشتركة في هذا الموضوع. لا نرى، مجرد تطرح مبادرة وهناك تطرح مبادرة والأمور تسير بهذا الاتجاه. أعتقد يعني هذه المبادرة والكتل الكردستانية وكذلك السيادة تحرص على أن تكون تحرص على أن لا ينشق الكتل الشيعية وأن لا تخسر كونها المكون الأكبر. أعتقد سيكون هناك الأطراف اللي ذكرتها الكردستانية والأطراف السنية لم تأتي بمبادرة جامعة لكل الأطراف، خصوصا الأطراف الشيعية لم تأخذ دور وسيط من أجل تقريب وجهات نظر والخروج بكتلة موحدة. السيد البرزان الحقيقة طرح مبادرة، وأعتقد تابعتك إعلامي أنت، من دز وفد هو والنجرفان برزاني والسيادة بالتعاون مع الحلبوسي، بالتعاون مع راحوا السيد مقتدى الصدر محاولة تقريب وجهات النظر في هذا الموضوع. النقطة الأعقد في الموضوع ربما ستحل قضية رئاسة الجمهورية بعد لقاء الحزبين الكردستانيين، ولكن ما بعدها طبعا هناك مشكلة، هو اختيار رئيس الوزراء. هل سيكون اختيار رئيس الوزراء الكتلة الأكبر بعيدا عن الإطار التنسيقي كما يريدها السيد مقتدى الصدر، أم بالاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري؟ وهذا طبعا ليس شرطا تعجيزيا أن تعلن الكتلة الأكبر هي من المكون الشيعي باعتبار هذا استحقاق من العملية السياسية الموجودة منذ تأسيسها لحد الآن. بالمقابل، ما مدى استعداد التيار الصدري للتوافق مع الإطار والخروج بحكومة توافقية أو تشكيل كتلة أكبر في هذه المرحلة، حيث هناك يمكن اختلف عن المبادرات السابقة والأشهر السابقة الماضية أن هناك ضغط اليوم وشعور بالمخاطر بشكل أكبر من السابق؟ نعم، يعني أعتقد أنه قالت التحالف الثلاثي قد خلصوا إلى نتيجة واضحة جدا، أنه
لا انفراد للأزمة ما لم يكون هناك تنازل من جميع الأطراف. يعني ما هو حل المشكلة، المشكلة يعني قفلت في نقطة معينة وقد توقفت جميع. يعني لذلك اليوم أنا أعتقد أنه بدت بعض القوى السياسية استشعار الخطر القادم، وخصوصا عندما خرج السيد مقتدى الصدر في خطابه وقد كان واضح عليه أن هناك يعني حقيقة عصبية مبالغ فيها وهناك خروج على السياسة. كان تشنج واضح عند التيار الصدري وخصوصا من السيد مقتدى الصدر، لكن مقابل هذا التشنج هل نتأمل أن يكون هناك فعلا توافق وحوار بالمرحلة القادمة؟ نعم، لأنه لا بديل لمسألة الخروج من الانسداد إلا بالحوار، يعني هذه بديهية ثابتة، وإلا تذهب الأمور إلى منزلقات خطيرة جدا. يعني مثلا واحد هاي المنزلقات؟ يعني واحد من هاي المنزلقات ربما تعال الكرة مرة أخرى على ساحة المحكمة الاتحادية، وقت ذاك ربما تعال انتخابات. إن عالت انتخابات مرة أخرى هناك مخاوف من التيار الصدري بأنه سوف يفقد كثير من مقاعده تحت قمة البرلمان، يعني لن يصل إلى عدد رقم 73 تحديدا، يعني ربما حتى يعني في أحسن الأحوال ربما يصل إلى 40 مقعد. طيب ليش تعتبر إعادة الانتخابات خطر؟ خطر باعتبار أنه اليوم المواطن العراقي الذي يمضي من عمره لن يعود مرة أخرى له. يعني اليوم أنا عندي يوم 24 ساعة أتأمل أن هناك انفراد، أن أقدم لي الخدمة، أن يكون هنالك يعني احتوائي باعتبار المواطن. لكنه اليوم يوم الشهر العاشر، اليوم إحنا يعني أبواب الشهر السادس، يعني حقيقة فترة يعني زمنية كبيرة جدا. يعني قبل فترة كان الموضوع الأمن الغذاء الطارئ وأخذ مساحة كبيرة ومعطل الميزانية، ناس وافقت ناس رفضت، هذا كل التداعيات حملها عبئة المواطن العراقي. زين احنا لدينا ازمات كبيره بالعالم، يعني اليوم اكو حرب في جزيره القرم، يعني هناك في بين اوكرانيا وروسيا، هنالك تداعيات في منطقه الشرق الاوسط. هذه طبعا العالم اصبح قريه، جميع المشاكل بالعالم تنعكس سلبا على ابناء المنطقه، ونحن جزء من هذه المنطقه، وخصوصا في وضع سياسي الهش لهذه اللحظه. لا يوجد لدينا حكومه، هناك احتلال تركي شمال العراق، لدينا احتلال امريكي في وسط وجنوب وشمال العراق. حقيقة هذه الإرهاصات، إذا كانت قوة سياسية عاجزة عن تشكيل كتلة أكبر وعاجزة عن تشكيل حكومة وحل كل هذه الملفات، مو الأحسن سيد قاسم أنه عذرا نستعب شيء مو عاجزة، لكن لا تريد أن تعترف بالكتلة الأكبر، تريد أن تذوب حق المكون الأكبر تحت قبة البعض. طيب في هذه الحالة إذا نروح الانتخابات أو إعادة هذه الانتخابات، مو أفضل مما ننتظر 3 سنين وبعدها هم نعيد الانتخابات مثل ما صار بلبنان؟ اي طبعا، بس يعني بس احب اوضح نقطه. يعني اعتقد الكتل الكردستانيه توصلت الى قناعه انه لا يمكن تمرير حكومه ما لم يشارك الاطار التنسيقي في هذه المفاوضات والوصول الى نتيجه. لا يمكن الاطار كله جزء، لا الاطار جزء مهم يعني بالعمليه السياسيه، لا يمكن جزء من الاطار له كله يريد، لا كله هو يقولون احنا ما ننظر خصوصا الاتحاد الوطني، يقول لا يمكن تجزئه المكون الشيعي ابدا. رأي الاتحاد يختلف كثير عن باقي الاطراف، لا حتى لكن السيد مقتدى الصدر رفض ان ياتي او يتوافق مع كل قوى الاطار. انا اعتقد حتى الحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون له تاثير على بالحلف الثلاثي في محاوله لفتح الابواب في التفاوض بين الاطار والتيار الصدري لتذليل العقوبات، لان يعني لا يمكن، وشهدوا طبعا متاعب تمرير رئيس الجمهوريه، لا يمكن تمرير رئيس الجمهوريه ما لم طيب هذا نخوض به مع حضرتك وباقي الخبراء السياسيين والمراقبين. صار لنا 8 اشهر، لكن اذا رحنا الانتخابات تعتبر انه ذهب الانتخابات واعاده الانتخابات خطر كما يعتبر السيد قاسم؟ طبعا يعتبر يعني الانتخابات الحقيقه منزله خطيره، يعني خطر على ليس على السياسيه لكن خطر على التحالف الثلاثي باعتبار انه سوف يفقد كثير من مقاعده تحت قبه البرلمان. انا يعني اعتقد اضافه لما تفضل الاستاذ قاسم، الحقيقه خطر يعني بصوره عامه حتى على الاطار التنسيق، حتى على كل الكتل السياسيه، على البلاد. ليش؟ على البلاد، يعني اصلا الانتخابات اللي مضت هي هناك عزوف عن الانتخابات. طيب الجمهور العراقي صار 8 اشهر ينتظر حكومه ما شكلت، فصار عنده رد فعل سلبي تجاه العمليه السياسيه، الكتل السياسيه في الانتخابات راح تجي طبعا طيب. راح يصير رد فعل سلبي، اعتقد لن تكون هناك يعني مشاركه فاعله في الانتخابات طيب. القادمه شيء خطر اكبر انه نروح حاليا للانتخابات واعاده انتخابات، نروح لهاي الانتخابات ونعيدها بعد 3 سنين؟ لا، هو مناسبة، يعني إعادة الانتخابات مرة أخرى هروب من نقطة ثالثة. يعني هو إحنا قلنا 3 نقاط، يعني 3 سيناريوهات، يا يعني أما يكون هنالك تقارب في وجهات النظر وحوار وتحل الأزمة، حتى لو نجح ها
حتى الان ماكو اي بوادر لا لا أرض. اكو بوادر اطمئن انا يعني وهذه معلومه ليست تحليلا هناك بوادر وابوادر ان شاء الله سوف تكون قريبه جدا وكبيره جدا مرتبطه يعني. بهذه المبادره الاخيره للمطار نعم 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 لقد حرك المياه الراكده السيد مسعود البرزاني وان كان فيه ما فيه هذا التحريك لكنه اعتقد انه بدات هناك بدا حراك لدى الفرقاء السياسيين بهذه الجزئيه تبقى لدينا سيناريو ثالث وهذا اخطر سيناريو هذا حقيقه والكل يعني يتحاشاه ويحذر منه هو سيناريو الاقتتال الداخلي او الفوضى ربما هناك من يريد حرق الشارع يعني بعض الجهات السياسيه اليوم تران على حرق الشارع باعتبار انه اذا يكون لحكومه الكاظمي المساحه الكبرى والزمن المفتوح حتى تمارس قراراتها الاطراف نفسها تتحاول عرقله اي توافق يصير بين الاطراف نعم هي مستفيده من بقاء الكاظمي في مفصل رئاسه الوزراء وتحاول قدر الامكان ان لا يكون تقارب بين التحالف الثلاثي والاطار الشيعي للمستفيده من هذا الارباك باعتبار انه واحده من فرونه هذا الارباك انه حاول بغفله من الزمن تشريع قانون الامن الغذاء الطارئ الذي فيه ما فيه من سيئات كبيره جدا لولا حكمه العقلاء في العمليه السياسيه او لولا حكمه المحكمه الاتحاديه التي نكون لها كل احترام لكان القانون يوم مضى وعبر تحت قبه البرلمان لكنه مضى للقراءه الاولى نعم مضى يعني خلاف دستوري كبير جدا يمارس من قبل اعضاء ورئيس مجلس النواب في هذا القرار هم ايش يقولون انه هذه القراءه الاولى ليس على القرار الذي او على القانون الذي ردته المحكمه الاتحاديه هذه قراءه مختلفه باعتبار انه تم اسقاط بعض الفقرات واستبدال بعض الفقرات قدم من اللجنه القانونيه نعم قدم مره اخرى لكن اعتقد انه سوف يعاد مره اخرى للمحكمه الاتحاديه وسوف يرفض ايضا المحكمه الاتحاديه باعتبار انه عنوانه الكبير قانون الامن الغذاء الطارئ وهو لا يمت الى الغذاء الا بفقره واحده هي 8 تريليون دينار عراقي مخفض وزاره التجاره العراقيه والتي يقال عنها انها افسد الوزارات العراقيه طيب خلينا نجي إلى الدور الكردي في هذه المبادرات وحل هذه الأزمة ما مدى جدية الدور الكردي وخصوصا الديمقراطي الكردستاني لحل هذه الأزمة والمضي بتشكيل حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني حقيقة تلقى 4 صفعات متتالية الأولى كانت عندما أقر سوما أنه مبيعات النفط الكردي خارج شركة سوما مخالفة سورية وعلى الإقليم أن يلتزم بدعي هذا النفط المسألة الأخرى يعني مرشحين اثنين هو شار زيبار والأخ أعتقد ريبر أحمد أيضا رفض من قبل المحكمة الاتحادية القرار الأخير يعني حقيقة يعني بعدم دستورية بيع النفط ويجب على الجانب يكون تسليم عائلة النفط والحدود المنافذ البرية إلى المحكمة الاتحادية هذه الصفعات المتتالية يعني نبهت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مسألة جدا مهمة انه لا يمكن لاي كان ان يتمرد على القضاء ولا يمكن لاي كان ان يتمرد على المحكمه على الحكومه المركزيه ان كنت تريد العبور والنجاح عليك بارضاء جميع الاطراف وان تخضع انت ومن معك للدستور لذلك اليوم انفتح مسعود البرزاني بحزبه الديمقراطي مع الاخوه في الحزب الوطني الكردستاني وكانت حقيقة هناك تسريبات يعني كثيرة ومتضاربة يعني احدى التسريبات الخطرة برأي القاصر انه يقال انه الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول استمالة الاتحاد الوطني في مسألة مرشح رئاسة الجمهورية يعني يقال انه قد تم اعطاء بعض الضمانات للاتحاد الوطني بان يكون مرشح رئاسة الجمهورية من الحزب الاتحاد الوطني هسا برهم صالح او غيره وغير برهم صالح او غير برهم صالح مهم لكن من حزب الاتحاد مقابل او اضافه بعض الفوائد الماديه باعتبار انه اقليم كردستان يتلقى الاموال ثلثين بثلث يعني ثلثين للاربيل وثلث الى سليمانيه فقالوا لهم لا سوف يكون مناصر بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني مقابل خروجكم من الاطار الشيعي والذهاب معنا للتحالف الثلاثي لكن انا اعتقد ولو التسريبات تقول كذلك لقد اصطدم مسعود البرزاني بالرفض الكردي الذي رفض جمله تفصيلا هذه الكيفيه فعاد مره اخرى سيناريو بديل انه ربما ان يتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني بالذهاب الى الحنانه من اجل اقناع السيد الصدر بالرجوع مره اخرى الى الاطار التنسيقي ومحاوله حلحله بعض الملفات واعتقد المبادره التي سوف تطرح هذا اليوم اعتقد تحمل في طياتها بعض من هذه الاتفاقات التي حدثت في شمال العراق. طيب سيد قاسم القوى الكرديه حاليا هل في بالها انه حلت هذه الازمه وايجاد تقارب شيعي شيعي لو في بالها واهم ما يشغلها
هو تمرير قضية رئاسة الجمهورية والذهاب أو المجيء إلى بغداد كوفد واحد؟ طبعا جزء من المشكلة هو الحقيقة الخلاف الكردي بين الحزب الديمقراطي كردستان والاتحاد الوطني، وكان عقبة كبيرة أمام تشكيل الحكومة والمضي باختيار رئيس الوزراء وتكليف رئيس الحكومة. لولا هذا الكردي كان الموضوع ذهب إلى التحالف الثلاثي يمكن، وقوى الإطار ركنت. كان خطوة، ولكن الخلاف واضح، يعني هناك خلافات ليست على رئاسة الجمهورية كما تفضل الأستاذ قاسم، هناك على المواد تفاصيل أخرى تخص الإقليم الحقيقة، يعني طرحها سيد باب الطلباني في الإعلام، وهو متمسك الحقيقة ببقاء مع الإطار التنسيقي. أعتقد يعني لابد أن يكون هناك تعاطي وتفاهم وانسجام بين الحزبين الكردستانيين أولا، وهي تسهيل مهمة إعطاء إشارة أنه حتى الإطار ممكن أن ينسجم أو يقترب أكثر مع التيار الصدري. لكن المفاوضات اللقاءات حاليا بين الاتحاد والديمقراطي، هل هي حقيقية جادة لحل هذه الأزمة؟ يعني ما في الخفاء كثير الحقيقة، ولكن الصورة اللي تواردت بالإعلام هناك يعني اتفاق مبدئيا على ترشيح رئيس الجمهورية قد يكون مستقلا، مع كون الاتحاد بتسريبات الإعلامية مصر على السيد برهم صالح، مقابل طبعا مقايضة أو مقابل انسجام في مسيرة إدارة الإقليم كردستان. وهذا طبعا ما متوضح الأمور لحد الآن، قد يكون في السر اتفاق معين لم يطرح، ولكن سيد بافل الطلباني قال أنا متمسك بوجودي مع الإطار التنسيقي ولا يمكن شق صف المكون الشيعي، وبالتالي باعتبار أن الإطار التنسيقي جزء مهم من العملية السياسية بقادته خلال هذا التاريخ بعد سقوط النظام صدام حسين. أعتقد هذه خطوة، فيما لو نجح الحزبين الكردستانيين في هذا الاتجاه سيمهد الطريق للوصول إلى تفاهم واتفاق ربما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. هنا العقد الحقيقة، هنا في كفتي ميزان الكتل الشيعية والكتل الكردستانية. قد يسأل أحد يعني من كردستان يقول ليست لها علاقة كردستان في مسألة الخلاف السياسي، لا، هناك خلاف بدليل العقدة لحد الآن لم يتم التصويت على رئيس الجمهورية، وطبعا أنطى رسالة واضحة للكتل الكردستانية أنه لا يمكن تمرير رئيس الجمهورية ما لم ننظر إلى وجود وفاعلية الإطار التنسيقي في العملية السياسية. إذا ترى أن التقارب الكردي سوف تكون نتائجة إيجابية بالانعكاس على الخلاف الشيعي؟ نعم، ممكن جدا. طيب، لكن من جانب آخر سيد قاسم العبودي، تقارب كردي ما بين الاتحاد والديمقراطية الكردستانيين ما راح يسحب البساط من تحت قوى الإطار، باعتبار إذا تفقوا الأكراد راح يكونوا بتحالف الثلاثي بإمكانهم تمرير رئيس الجمهورية، وإذا مر رئيس الجمهورية راح يكون بإمكانهم تمرير رئيس حكومة. صح، طبعا بالمناسبة يعني الاتحاد الوطني أبدأ يعني ليس رغبة لكنه أبدأ موقفه بشكل نهائي، أنه موقفه ثابت من الإطار الشيعي وأنه لن يتخلى عن الإطار الشيعي، باعتبار أنه الإطار الشيعي يعني وعذرا للمفردة أكثر التزاما من الآخرين، يعني مواثيقه وكلماته وتحالفاته، يعني مو قضية محبة. نعم، مو قضية محبة، ربما يجمعهم تاريخ جهاد طويل، يعني مناسبة يعني أقرب للإطار الشيعي الاتحاد الوطني أقرب للإطار الشيعي في التاريخ الجهاد القديم، يعني عندما نعود التاريخ إلى الوراء قليلا نرى أنه صدام حسين عندما كان يريد أن يقاتل الانفصاليين في شمال العراق الذي كان يسميه العصا في وقتها، كان يستعين بمسعود البرزاني ضد جلال طلباني، وكان هنالك ما يسمى بالفرسان الذين يعملون ليلا مع صدام وفي النهار مع باقي القوى الكردية، يعني حتى هناك تداعيات كثيرة جدا تشير أن هناك اختلاف وهناك خلاف أيضا في وجهات النظر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان. لذلك الاتحاد الوطني لا يثق كثيرا بالديمقراطي ولا يثق أيضا بالتحالف الثلاثي، يعني أكثر من هو باتجاه الإطار التنسيقي، لأنه الإطار التنسيقي يعني ليس جهة واحدة، يعني أحزاب متعددة وكله تاريخه الجهاد الطويل. لذلك اليوم يعني عندما رفض الاتحاد الوطني هو يرتكز على قاعدة مهمة جدا، أنه الإطار الشيعي لن يتخلى عنه في كل الأحوال، لذلك نرى هناك يوم تمسك من الجانب الكردي بالنسبة للأخوة في الاتحاد الوطني على خلاف رفضهم للمبادرات التي قدمت لهم من قبل السيد مسعود برزان وحزبه في سبيل الخروج من الإطار الشيعي. لكن بكل الأحوال يعني الخلاف الكردي اليوم يوصف كالعصا الموضوعة في عجلة العملية السياسية، إذا أزيل هذا الخلاف
أزيلت هذه العصا ممكن لهذه العجلة أن تتقدم من جديد؟ إطلاقا نهائيا. أنا غير متفاجئ على المسألة باعتبار أنه المشكلة الكبرى تكمن في البيت الشيعي، يعني هنالك من يحاول تهميش المكون. إذا أزيل الخلاف الكردي راح يمر رئيس الجمهورية بالاتفاق الكردي الكردي، نعم، ما راح تكون هذه خطوة نحو الأمام على الأقل تشجيع القوى الشيعية أنهم أنتم بمواجهة الشعب وأنتم كما يظهر للعيان وللشعب العراقي أنكم أنتم من تعرقلوا ليس الأكراد ولا الأطراف السنية؟ نعم صحيح، يعني المسألة إذا عبر رئيس الجمهورية أعتقد باتفاق كردي كردي أعتقد سوف يسهل عملية الجلوس الفرقاء السياسيين على طاولة مستديرة ومستطيلة بغض النظر. أعتقد أنه عندما يمرر رئيس الجمهورية ربما تحل العقدة الشيعية، لكن تبقى مسألة جدا مهمة، يعني نحن على مسألة كتلة أكبر، يعني صارنا اليوم 8 أشهر، يعني يوم أو 7 أشهر اليوم مضى على عمر الانتخابات ولا زلنا نرى في مكاننا بموضوع الكتلة الأكبر، هناك إصرار من طرفين، يعني الموضوع وصل إلى مسألة كسر عظم، يعني ظهر السيد مصدر على وسائل الإعلام قال بالحر واحد أنتم تحاولون تجبرون على الاتفاق معكم لكني لن أتفق معكم، يعني أعلنها بشكل واضح وقاطع. لذلك نعتقد أنه حتى وأنه أقليم الشمال قد تم الاتفاق ما بينهم على تمرير الجمهورية هسه ربما ينعكس إيجابا بجزئيات معينة، لكن تبقى مسائل عالقة كبيرة جدا، يعني لا يمكن عبورها ما لم يكن هنالك استشعار للهم الوطني أولا واستشعار لمصلحة الشعب العراقي الذي عانى الأمرين من أهزل عملية سياسية مرت بتاريخه منذ عام 2003 إلى اليوم. حقيقة يعني معارك كبيرة جدا. إذا فعلا كسر الجمود من قبل القوى الكردية، ما راح يكون هذا دافع أو ضاغط على التيار الصدري حتى يجلس إلى طاولة الحوار ويقدم بعض التنازلات؟ طبعا نقطة مهمة جدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني رغم يعني إصراره على تمرير مرشحة واختلافة وخلافة ويا الاتحاد الوطني، لكنه لا يفرط بالاتحاد الوطني، يعني حليف استراتيجي وجزء من إقليم كردستان، أعتقد لابد أن يصل إلى حل، بدليل أنه حتى هو ما يفرط له، هو حاول التفريط لكن ما قدر يفرط، حس أنه بالمقابل ما راح يقدر، نعم، راح يخسر كل شيء، ما راح يقدر يسوي شيء دون الاتفاق، بدليل حتى بلاسخات حضرت يعني تحاول قدر المستطاع أن تقرب وجهات النظر في هذا الموضوع. أعتقد عذرا يعني لتدخل، أنت ما دخلت إما أنت أحكي، لكن عذر بهذا الجزء بالذات، بلاسخار لم تتدخل من أجل الإصلاح. بلاسخار استشعرت هناك تقارب بين الفصيلين الكرديين، لا تدخل حتى تمنع هذا التقارب، لأن تقارب الفصيلين الكردي أو الحزبين الكرديين في هذه المرحلة يمثل عملية حلحلة لمشاكل العراق، وحقيقة هذا ما لا تريد خير العراق ولا يمكن أن نثق بها. ليش ما تريد خير للعراق؟ شنو المصلحة الأممية بإيجاد هذا الخلاف وإطالة؟ نعم، هناك مصلحة أمريكية واضحة بإطالة الخلاف وأمده من أجل الهيمنة على العملية السياسية، ومن ثم فرض على الجند الأمريكية التي من أجلها عبر البحار وجاء إلى العراق. يعني هي مواقفها او نشاطها الحقيقي مريب في العمليه السياسيه بسرعه، ولكنني اختلف مع الاستاذ قاسم تحديدا دور هذا التقارب الكردي. لا انا اختلف مع الاستاذ قاسم، الحقيقه هو ما يريد الحقيقه ان كردستان يتشبه بهذه الطريقه، ربما هو يعني ورقه رابحه تتحرك في كافه الاتجاهات من قبل الولايات المتحده الامريكيه، من قبل دول الجوار او ما شابه ذلك، ولكن المصلحه الحزبين الكردستانيين ان يتقبلوا الواقع الجديد سواء بوساطه او تقربوا بطريقه ما. جرفان برزاني زار الاتحاد الوطني مرتين الحقيقه، مره وحاول قدر المستطاع ان يصل الى نتائج متقاربه لحل الاشكاليات، واعتقد يعني هذه المفاوضات ربما وضعت أسس بعد قطيعة، بعد تصريحات، بعد مناورات، بعد يعني تعرف كل حزب في اتجاه معاكس، واعتقد الصلح بيناتهم أو التقارب بيناتهم والنقطة الأكثر تعقيد ليست رئاسة الجمهورية فقط، أعتقد ستحل، ولكن ما يرتبط العقدة الرئيسية، نعم، ما يرتبط خلافات تفصيلية، نعم ما يرتبط، لكن هذا النقطة ستمر الدور الأممي تحديدا، يعني بلاسخرت أو غيرها أو الولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما كانت تريد القوى الكردية الشاذة ليش تريد القوى الشيعية الشاذة؟ أي طبعا المشكلة القوى الشيعية مفترض يعني هي تعرف كل زين، إطار التنسيق الحقيقة أكثر من مرة يعني أشر على نشاط البلاسخارت المريب أو الغير صحيح من خلال
حركتها ولقائها بشخصيات ومن خلال طرح بعض المبادرات التي هي في الواقع تؤدي إلى تشظي أو تؤدي إلى تفريق الكتلة برمتها. ولكن المسؤولية الحقيقية إذا كان قادة الكتل السياسية حريصين على هذا المكون وحريصين على سير العمل السياسي وحريصين على اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكونون قريبين من بعض في مع يجلسون على طاولة مستديرة غض النظر عن الواسطات. يعني احنا مو كل شيء لازم ندوله ولا كل شيء لازم تدخل بلاس خارط حتى تقرب. شنو الأشياء اللي ممكن يختلفون بها بحيث يعني ما يلتقون في رافد واحد وبالتالي يصلون إلى نتائج متقاربة؟ شنو الأشياء التي هي تشكل عقدة في التفاوض بين هذه الكتل؟ مفترض هناك رؤية استراتيجية حقيقية للعملية السياسية والمكون السياسي والمكون الشيعي، وبدليل أنه الإطار التنسيقي في مبادرة الأخيرة أعتقد يعني بإعلان الكتلة الأكبر من كون الشيء من حق التيار الصدري يعتبر هو الكتلة الأكبر، هو اللي شكل الحكومة، هو اللي يعني رشح رئيس الوزراء، ولكن بالتفاوض لكن في حال تمكنت الأطراف الشيعية من إعادة ترتيب الأوراق والذهب سوية نحو تشكيل حكومة وفقا لهذه المعطيات والإرادات، راح تكون حكومة توافقية لحكومة أغلبية. يعني غض النظر عن المسميات الحقيقة، ما دام يعني غالبية الكتل السياسية تشارك في الحكومة إذن هي قد نسميها وطنية، قد نسميها توافقية، قد نسميها سياسية، قد أي مسمى، بس واقع الحال هو الكل مشارك في الحكومة. هو المطلوب الحقيقة تفعيل، يعني جانب مهم من طرح السيد مقتدى الصدر هو تفعيل المعارضة، هذا يجب أن يكون واضح، هو جزء من العملية الديمقراطية الموجودة المفترض في الديمقراطيات الأوروبية. كذا أكو هناك معارضة حية فاعلة ترصد الحكومة تراقب كذا، وعلى هذا الأساس في أحد المبادرات اللي طرحها الإطار التنسيقي قال لا بس أنه نكون معارضة، ولكن اللجان البرلمانية يجب أن تكون في عهدة المعارضة حتى تراقب مسائل قانونية، مسائل حكومة، نزاهة، كذا ما شابه ذلك. لكن في الواقع هي غالبية اللجان توزعت يعني طيب. يعني ما هي الأدوات التي يمكن مراقبة فيها الوضع العام بالنسبة للمعارضة ما لم تكن اللجان البرلمانية؟ ماكو أدوات، ولا ماكو أدوات، يعني المسألة كلها هي إرباك واضح في المشهد السياسي، يجب أن يجلس الفرقاء يتفاهم ويتوصل لها ولا طريق غير هذا طريق لحل الأزمة. طيب الديمقراطي الكردستاني شعر بضغط وشعر بيأس من الاستمرار بالعملية السياسية دون تحالف وتوافق مع الاتحاد الوطني الكردستاني. بالمقابل التيار الصدري ممكن أن يشعر بذات الضغط وأنه لا مفر ولا طريق دون التوافق مع قوى الإطار. نعم، شعر السيد مقتدى الصدر والتحالف الثلاثي شعروا تماما بهذا الضغط الهائل، وما خروج السيد بتلك الليلة إلا لشعوري بالضغط الهائل من العملية السياسية وصل إلى مراحل لن يستطيعوا بعدد مقاعد تحت البرلمان من انتخاب رئيس جمهورية ولا تشكيل حكومة، ما قدروا. لذلك يعني نعتقد أنه هناك شعور لدى الإطار، لكن أعتقد عفوا التيار والتحالف الثلاثي، لكن الإطار التنسيقي أعتقد سوف يتقدم خطوة الإمام باتجاه الإطار. لديه اليوم مبادرات، واليوم مبادرة أخيرة مرتقبة قد تكون فعلا ممهدة لطريق. نعم هي مبادرة مؤخرا، يعني لديه مبادرة مرتقبة ممكن أن تمهد الطريق فعلا وتشجع الطرف الآخر على سلوك هذا الطريق للحوار. هذا يعني هناك تسريبات إعلامية تقول أنه الأخوة في الإطار الشيعي تقدموا خطوة أو خطوات باتجاه التحالف الثلاثي. يعني ربما يكون هناك مفاجأة ليلة، على ما سر طبعا أنه ربما هناك مفاجآت كبيرة قد تحدث في الساحة السياسية العراقية، لكن هذا ليس على حساب تماسك الإطار الشيعي وليس على حساب احتساب المكون الأكبر تحت قبضة البرلمان. يعني هذه يعني نقطة رصدة، يعني هذا خط أحمر لا يمكن عبوره وتجاوزه، لأنه لو ذهبت هذه الجزئية إلى المجهول أعتقد من العملية السياسية في العراق القادمة القادم أعتقد سوف تكون أكثر ضبابية وأكثر انسدادا من هذا اليوم. لكن عندما يأخذ كل ذي حق حقه وكل يعرف حجمه بالساحة السياسية العراقية أعتقد هو الطريق الوحيد للعبور من الأزمة. اليوم هناك مبادرة، وأعتقد هذه المبادرة اليوم سوف تقرأ بشكل جيد من قبل الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي هو المعني حقيقة بالتحالف الثلاثي. يعني التحالف الثلاثي لو كان عليه كان من زمان تم الاتفاق وأمور يعني عبرت إلى مديات واسعة جدا، لكن سماح السيد مقتدى الصدري والتيار الصدري تحديدا والهيئة السياسية للتيار الصدري
حقيقة هم يعني من تشنجوا باتجاه الأخوة في الإطار، وليس بالمناسبة كانت أحد المبادرات للتيار الصدري أنه للإطار التنسيقي أنه أخرجوا فلان وفلان، تعلموا من وفلان أخرجوا من الإطار ونحن ليس لدينا مشكلة معكم. يعني حصروا المكون الأكبر في خانة ضيقة جدا ارتبطت باسم شخص من قائد الإطار، وحقيقة هذا بالخلاف وبالضبط من العملية السياسية. يعني مثلا يوم أنا لما هذا كان يبدو خلاف شخصي لكنه أصبح خلافا عاما، يعني الشعب العراقي يعاني هذا الخلاف. رغم نكران الأطراف السياسية أطراف هذا الخلاف أنه شخصي، لكنه يبدو للعيان والشعب العراقي والمتابعين أنه خلاف شخصي. نجي على أمور جوهرية سيد قاسم. اليوم أو بالأمس اتفقت القوى السياسية بإجماع كامل تقريبا على تمرير قانون تجريم التطبيع. يمكن الاتفاق على هذا القانون بوحدة يعني منقطعة النظير في البرلمان، قد نظيرها في البرلمان أو خصوصا العمل البرلمان العراقي، أن يتم الاتفاق والإجماع على قانون أو قضية. ممكن أن يكون دافع للاتفاق على أمور أخرى كتشكيل كتلة أكبر أو الذهاب بتمرير الحكومة. يعني ربما يعتبر خطوة صحيحة إيجابية بتجريم العلاقات التطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، لكن السيد مقتدى الصدر أراد بهذا الطرح أن هناك اتهامات لحلفاء بأن هناك توجه بعلاقات مع الكيان الصهيوني، فأراد أن يثبت لجميع الأطراف التي تتهم الحلف الثلاثي بأنه توجد نية أو توجد هناك نشاط للعلاقات مع الكيان الصهيوني. وكان هناك تصويت بالإجماع. نعم، فكان التصويت هو طرح السيد مقتدى الصدر وكان التصويت بالإجماع، وهي نقطة مهمة وجوهرية. إذن يحتمل أن يتفق الخصماء أو يتفق المختلفين على كثير من الأمور، ممكن يوصلون إلى نتيجة من خلال التفاوض ووصول إلى مشتركات وقناعات ممكن أن تنعكس إيجابيا داخل البرلمان وبالتالي التصويت. أعتقد تم الاتفاق، من المهم جدا ومن الممكن جدا أن يتم الاتفاق بأغلبية ساحقة على حتى على رئيس الجمهورية وحتى على رئيس الوزراء وحتى على الكابينة الوزارية ما لم يكون هناك خلاف. إذن الطريق الوحيد حينما تجلس الكتل المختلفة والتي تحمل رؤية معينة تختلف عن الكتل الأخرى وتذويب الخلافات وتوصل إلى نتائج مشتركة، هذا تنعكس إيجابيا على أعضاء في داخل البرلمان وبالتالي يتم التصويت في هذا الاتجاه. التصويت على هذا القانون يمكن يعود بإيجابية على العمل السياسي بشكل عام باعتبار أنه صارت خطوة أولى باتفاق على قانون معين، أم سيكون هناك عرقلة ربما لأي مبادرة تصير وأي حل أو تقارب يبان في الأفق بعد التصويت بشبه إجماع على هذا القانون مع الرفض الشديد والإدانة من قبل السفارة الأمريكية أو الولايات المتحدة الأمريكية لتصويت البرلمان على هذا القانون؟ نعم، أنا حقيقة شيء مفرح أن نجد أنه الفرقاء السياسيين اجتمعوا على في مكان واحد وصوتوا على قرار واضح، لكنه نعرج على هذا القرار حقيقة والقانون بعجالة. هذا القانون يشبه إلى حد كبير قانون الأمن الغذاء الطارئ، يعني عنوانه العريض يعني غذاء للشعب العراقي والمحافظة على سلة الغذائية وإيلاء الشرع الأكبر ضعف المجتمع اهتمام كل الحكومة. بس اختلاف الجانب المالية سيدي، قانون طارئ بأموال طائلة وأكو مخاوف عليها، هذا القانون ما بأموال، هذا قانون خاص قانون بتجريم سيادية مع الكيان الصهيوني في مادة مادتين. أما المادة الثالثة استثنت الزيارات الدينية بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية، بمعنى أنه الوفود اليهودية عندما تأتي إلى العراق اليوم أو غدا بعد أن يقر هذا القانون ويمضي إلى المحكمة الاتحادية المصادقة عليه، بإمكان أي وفد إسرائيلي يهودي يأتي إلى زيارة العراق للمعاقد الدينية اليهودية وما أكثرها، وقد مهد قداسة البابا لهذه الخطوة الترحيبية من قبل الجانب اليهودي. لذلك القانون فيه مطب كبير جدا. باختصار يعني هناك رفض كبير من الولايات المتحدة، نراه بالمقابل كعقوبة للعراق تعرقل العملية السياسية وتدخل العراق في متاهات أعمق. ظهر الأمر أنه الولايات المتحدة الأمريكية ممتعض من القانون أو من القرار، لكنه في داخلها حتى إسرائيل يعني فرحين جدا بهذا القرار لأنه فيه مطب كبير جدا وسوف يستغل هذا المطب. يعني أغلقت الأبواب الصغيرة وقد فتح الشباب الكبير أمام الجاليات اليهودية لدخول العراق، ولا نستبعد عذرا أنه دخول بعض عناصر الموساد مع هذه الزيارات لداخل العراق.
المحلل السياسي الأستاذ قاسم العبودي، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك. شكرا لكم المحلل السياسي قاسم الغراوي، كنت ضيفا كريما، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الأكارم إلى ختام تغطياتنا لهذا اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.